بعد ما تابعنا الاخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا مع بعض نتابع الاخبار اللي هتحصل النهارده، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري ونهائي الدوري الاوروبي بين انتراخت فرانكفورت الالماني ورينجز الاسكتلندي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف هتبدأ اختبارات لجميع شيوخ المقارئ القرآنية المعتمدين وأعضاء المقارئ وأعضاء المدارس القرآنية، والاختبارات هتستمر لحد يوم 22 مايو. النهاردة فرقة فرسان الشرق للتراث هتقدم عرض شجرة الدر الساعة 8 بالليل على مسرح الجمهورية. العرض مستوحى من القصة التاريخية لشجرة الدر زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب. كمان النهارده هيعقد اتحاد التنس اجتماع لبحث عدد من الملفات الهامه، على راسها بحث استضافه البطوله العربيه للتنس للناشئين في شهر يوليو المقبل. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع مباراه مهمه في اطار الجوله 19 من عمر المسابقه، هيلتقي الاهلي مع فريق البنك الاهلي الساعه 9 بالليل. وفي الدوري الاوروبي النهارده هتتلعب مباراه النهائي اللي هتجمع ما بين انتراخت فرانكفورت الالماني مع رينجرز الاسكتلندي الساعه 9 بالليل.